Islam yang ada di kampung masjid ini. Buat mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam suci Al-Qur'an yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Al-Ustadz Mustafa. Kepada Al-Ustadz Mustafa, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم
السميع البصير. صدق الله العظيم.